بهذه المناسبة كنشكر لفونداسيون فريد بالكاهية على هذه المبادرة الكبيرة، وطبعا أنا جد فخورة يعني بهذه الجائزة هذه، ماشي القيمة المادية ديالها وإنما القيمة ديال المؤسسة، وطبعا صاحب الكبير ديالها فريد بالكاهية الله يرحمه. ما أبحث عن في جولي أعمالي هو تجسيد مثالي لما هو غير مرئي أو ضبابي، كنحاول اني نبحث على الفلو في الطبيعه في داخل المجتمع والانسان والدواخل النفسيه ديالو، كنحاول نخلق فهم جديد للفضاء داخل اللوحه والرؤيه، فهم جديد في الرؤيه ونمط جديد في التفكير عند المتلقي. حدد بالضبط، وانما هذه مساله يعني بدات من الصغر ديالي، كان عندي اهتمام بالتشكيل الرسم والمسائل هذه، يعني كبرت معايا. بعد ما تخرجت من الكلية في شعبة السوسيولوجيا، توجهت بعد لحقاش كان عندي داك الاهتمام بالفن، وكنت درت بحث التخرج ديالي في جامعة في شعبة علم الاجتماع على الفن التشكيلي، ومن بعد التحقت بالمعهد ديال الفنون جميلة وكملت الحلم ديالي بأني نقرا الفن ونستمر في هذا المسار هذا. كنحاول نوصل له هو انني نعبر بشكل اقوى، الى نوصل واحد الرساله ديال الفن يعني بالمعنى الحقيقي ديالو. في الحقيقه انا كان المواضيع ديالي الاغلب ديالها كتعالج الدواخل ديال الانسان النفسيه، الاغلب ديال الاعمال ديالي كتطرق ما هو نفسي اكثر وما هو اجتماعي، بحكم يعني انني كان درست هذه المادة، والتأثير ديالها على الفن ديالي كان تأثير واضح من خلال الأعمال اللي كتشوفوه، أنه ينكر الإنجازات اللي حققتها المرأة في جميع المجالات، وهذا مجال من المجالات اللي حققت فيهم إنجازات كبيرة اللي هو الفن. المرأة عبر التاريخ بصمت الفن التشكيلي بالأعمال ديالها والإنجازات ديالها، انتقلت من أنها تكون وراء اللوحة انها تكون امام اللوحه، هي اللي كترسم، هي اللي كتدير العمل التشكيلي، ماشي مجرد موديل كيتم الرسم ديالها ولا